كتير منكم سألوني ليه ما بقى عم بستخدم منتجات The Ordinary بروتيني الشخصي. رح خبركن اليوم شو هي أسباب لهيدا التغيير، كمان رح خبركن عن 3 منتجات بعدني عم بستخدمها اليوم من The Ordinary. خليكم معي. كتير منكم تابعوا هيدي القناة من وراء فيديوهاتي عن The Ordinary. أنا حكي عن تجربتي مع كتير من هالمنتجات، شو حبيت منهم وشو ما حبيت. هيدا كان من تقريبا 2 سنين. فاليوم شو الوضع؟ ليه ما بقى عم بستخدم هالمنتجات؟ هل ما بقى بيعطوني نتيجة أو هيدا قرار شخصي؟ للي ما بيعرف، منتجات The Ordinary هي منتجات رخيصة وفعالة، وهيدا الشيء اللي شهرها، هيدا الشيء اللي خلى كل العالم تحب هالمنتجات وتجربها بشكل كتير سريع. تتسمى منتجات The Ordinary باسم المكون الفعال فيها، بس حتى نعرف شو هو هيدا المكون وإذا يعطي نتيجة معنا أو لا، وهيدا الشيء بساعدنا حتى نعرف إذا حنلاقي نتيجة مع هيدا المكون وإذا منكمل عليه. فهيدا الشيء ساعدني أنا شخصياً وساعد أشخاص تانية يقدروا يعرفوا بشرتهم، يتعرف عليها شو بنسبة مكونات أو ما بنسبة مكونات تانية، شو حلقوا نتيجة مع الفيتامين سي، شو حلقوا نتيجة مع الألفا أربيتا أو النياسينامايد. هيك بنعرف إذا عن جد مستفيد من مكون معين أو لا. وهيك بوصل لنقطتي يلي تعلمته من The Ordinary، انه مثلا مكون معين بفيدني مثل الهيلورونيك اسيد، بيعطيني شد ببشرتي، بحس انه بشرتي فيها لمعة حلوة وفيها نضارة، بس هيدا الشيء طبعا مؤقت. هلا هل في لزوم استخدم الهيلورونيك اسيد تبع The Ordinary او في رح اشتري منتج تاني فيه هيلورونيك اسيد كمكون بيكون بنسبة عالية؟ في استخدم اي منتج، ما في لزوم ارتبط بهيدا المنتج من The Ordinary مع انه بعرف انه هو بيناسبني، بس شو هي مشكلتي معه؟ يلي بيزعجني بمنتجات The Ordinary انه تركيبتهم رخيصة، مثل ما بتعرفي سعرهم رخيص، فهيدا الشيء بيعني انه ما حيحطوا مصاري بتركيبة تكون اكتر متطورة، بتركيبة تكون حلوة على البشرة. فبتلاقوا في بعض المنتجات من The Ordinary بيكونوا ملمسهم على البشرة مش حلو، بتحسوا انه بيدبق، بتحسوا انه بشرتكم ما عم تستوعبهم، عم يضرهم على البشرة تبعكم، وهذا لانه التركيبة تبعهم منا افضل تركيبة بالسوق. مثلا الهيلورونيك اسيد تبع The Ordinary بحسوا على بشرتي هو حلو وبيعطي نتيجة حلوة، بحس انه بشرتي صارت مشدودة، بحس فيها لمعة حلوة، بس بنفس الوقت انا عم بحطه بحس انه تركيبته منا حلوة، بحس انه عم يجمع، عم يترك شوية بياض وبضطر انه شيل هذا البياض، وهذا الشيء بخلي تجربة عناية البشرة تبعولي منا حلوة، بحس حالي عم تعمل لي مشاكل اكتر ما هي عم تساعدني كتجربة كعناية بالبشرة. اليوم بعد ما انا جربت الهيلورونيك اسيد من The Ordinary وعرفت انه نتيجته حلوة علي كمكون، فيي روح اشتري منتج تاني بتكون تركيبته احسن على البشرة، بيكون اخف على بشرتي، ما بيترك بياض، ما بيزعجني كحطه على بشرتي وكمل روتيني فيه بطريقة حلوة. حتى لو كان اغلى هيدا اختياري الخاص، بصير فيي اختار منتج بتكون تركيبته احلى على البشرة. بدي اذكر هيدا الشيء ما بيعني انه منتجات The Ordinary منا فعاله، بالعكس هي عن جد فعاله لانه تركيبتها مدروسه، بس منا متطوره، مش مدروسه تكون حلوه على البشره. واكثر دليل هو منتجات الفيتامين سي تبعهم، اول واحد اللي بيكون سيروم ريحته مثل الهوت دوغ، والاساس الثانيه بتحسوها على البشره منا حلوه. فكتركيبه منا احسن تركيبه، منا اجمل تركيبه تشتغلوا فيها بعناية البشره، بس بتعطي نتيجه حلوه. فيكم تقارنوا منتجات The Ordinary على المنتجات الطبيه، بتحسوا انه ما بتنبسطوا باستخدامها، بتحسوا في اي شيء بخليكم ترجعوا تستخدموا هذا المنتج، ما بتحسوا انه عم تنبسطوا بروتينكم مثلا تستخدموه. فاليوم انا عرفت انه مثلا الفيتامين سي بنسبة 20% عم بيساعدني على تصبغات ببشرتي، فيي روح اشتري منتج تاني في نفس النسبة لحتى اخذ نفس النتيجة وانبسط باستعماله بروتيني الخاص. وكلكم بتعرفوا اكيد انه كتير صعب نلتزم بمنتجات معينة بالعناية ببشرة اذا ما عم ننبسط فيها. اكتر واحد هو الواقي الشمس، اذا ما عم ببسط بواقي الشمس تبعولي ما حاستخدمه. فكتير بهن استخدم دايما منتجات منبسط فيها وبتحمسني اعمل روتيني، لانه عارف انه هيدا المنتج حلو على بشرتي، بيعطيني نتيجة حلوة كملمس، بحس حالي بلحظتها عم لاقي شيء مفعول حلو منه. وما ضروري يكون مفعول حلو يعني نتيجة حلوة، المفعول هو الملمس على البشرة، تركيبته تكون على البشرة حلوة، ما حس انه هو لزج، ما حس انه عم يدبق، ما حس انه في قصص عم تطلع على بشرتي عم تخنق لي بشرتي. بالنسبة لي منتجات The Ordinary هي كتير منيح لأي حدا بده يبلش بعناية البشرة بالطريقة الصح لأول مرة، فدائما بنصح بهيدي المنتجات لأي حدا بده يستكشف عناية البشرة، يستكشف مكونات معينة. أول سؤال بيكون إنه ليه هن شكلهم مثل بعض، ما في أي تفريق غير بالكتيبة عليهم،
وهذا الشيء لحتى يخلوا السعر واطي لحتى يكونوا بمتناول الجميع من دون ما يضطروا انه يتكلفوا على جديد لكل منتج. طبعا انا ما في انكر انه The Ordinary كثير ساعدني لحتى لقي نتيجة حلوة مع بشرتي لحتى أتعلم على المكونات أنا بحبها شخصيا ببشرتي. بس اليوم أنا قدرت أن أوصل لمحل في استخدم منتجات تانية فيها نفس المكونات بنسبة عالية، بعرف أنه بس أشتري هذا المنتج حلقة نتيجة حلوة معه. من منتجات The Ordinary اللي بحبها على بشرتي هن أبرز شيء ثلاثة: الهيالورونيك أسيد يلي بحسه كتير بترك بياض، تانيا في عنا الريتينول تبعهم بحسه كتير مزيدين على البشرة، وثالثاً كل الفيتامين سي تبعهم ما بحبون على بشرتي كمان، بس ما نختلف انه في نتيجة حلوة. هلا في ثلاث منتجات تانية بستخدمها انا بعدني اليوم وبرجع بشتريها من The Ordinary وحخبركن شو هي. اول منتج وما حتتفاجئوا هو النياسينامايد. مثل ما بتعرفوا هيدا السيروم كتير ساعدني ببشرتي، ساعدني بمظهر المسام، بخفف منظرهم، ساعدني بالافرازات الدهنيه لحتى يتنظموا، ساعدني كمان بتفتيح البشره وحمايتها من الحبوب. فكله على بعضه هيدا المنتج هو انا دائما انصح فيه لاي حدا عنده بشره معرضه للحبوب مثل ما انا هي بشرتي، وكتير كتير ساعدني لدرجة انه دائما بشتري منه وبخلي عندي اكثر من واحد منه بالبيت. هل تركيبته مختلفه عن منتجات ثانيه من The Ordinary؟ الجواب هو لا، نفس المشكله، تحسوا انه ما بيمد على البشره صح، بتحسوا انه بدبق شوي على البشره. بس يمكن عندي انا تعلق عاطفي مع هذا المنتج لانه بيعطيني نتيجه بوثق فيها، بعرف دائما انه اذا عم استخدمه المسام تبعونه بيكونوا بطريقه خفيف ونضاف وما بيزعجوني. اذا بكره لقيت منتج تاني في نسبه عاليه من النياسينامايد حاطين مفعول مثل هيدا، هل حقول لا انا بضلني مع هيدا؟ لا، هقدر انتقل لمنتج تاني ما عندي مشكل. بس اليوم حاليا هذا اللي عم استخدمه، هذا اللي دائما عندي منه. تاني منتج هو الالفا اربيتان. الالفا اربيتان هو مكون معروف انه يفتح البشره، ومن المنتجات اللي جربتها من The Ordinary ولقيت معها مفعول حلو. فالالفا اربيتان كمكون ما بنلاقيه بكثير منتجات بالسوق، فمشان هيك بعدنا عم استخدم هيدا المنتج. تركيبته طبعا منه حلو على البشرة، بس لقي عندي تصبغات عنيدة بجرب فوت هيدا المنتج بروتيني، بس يكون عندي حبة علامة محلة برجع بفوت هيدا المنتج، ما بخليه بروتيني كل الوقت، بس يكون عندي تصبغات. وطبعا ما بستخدمه لحاله، بستخدمه مع فيتامين سي، بستخدمه مع مكونات تانية تفتح البشرة حتى النياسينامايد. فعرفوا دائما انه ما في مكون واحد بيعطي نتيجة وحدة، هو مزيج مكونات بيكون مع بعض حتى نلاقي نتيجة حلوة ببشرتنا. ثالث واخر منتج هو الفيرجن مارولا اويل، وهيدا عبارة عن زيت، وهيدا مع انه زيت هو زيت كتير كتير خفيف على البشرة، ما بيسد المسام، بيرطي البشرة بطريقة حلوة، بيترك لمعة حلوة على البشرة باخر النهار، وحتى بستخدمه على شعري. فاذا المارولا اويل بالنسبة اللي هو من الزيوت يلي فيه استخدمها وما خاف على بشرتي، يلي بيميز المارولا اويل انه هو نادر جدا، وكما انه على البشرة ملمسه حلو عدا زيوت تانية بيكون كتير تقيلة على البشرة. وفيكم تطمنوا بما انه هيدا زيت ما حتختلف تركيبته كتير عن المنتجات الغالية، فاذا حتشتروا هيدا كزيت مارولا ومنتج تاني كمان زيت مارولا بيكون صاره 4 أضعافه حيكون نفس الشعور على البشرة. فلي بدي اشتري مثل ما قلنا منتج اغلى مازال عندي هيدا الزيت اللي بيكون رخيص وفعال على البشرة. وهلأ صرتوا تعرفوا لي أنا ما عم بستخدم منتجات The Ordinary بروتيني شخصي، هيدا قرار شخصي لأنه أنا ما بحب تركيبتهم على بشرتي. أنتوا كمان ما في لكم شو تعملوا، هيدا مثل ما قلنا قرار شخصي لكم كمان. إذا أنتوا بتحبوا هالمنتجات كملوا عليهم، هيدا أنا قراري الشخصي أنه أنا بحب استخدم منتجات تركيبتها أحلى على البشرة تحمس حالي ضلني أعمل روتيني شخصي للبشرة. كما رأيت شخصي بهذه الجملة. وهيدا كان الفيديو لليوم، إذا استفدتوا من هالمعلومات بليز كبسوا على اللايك، وكمان تابعونا على الانستغرام بنفس الاسم skinfit لتشوفوا معلومات ما حتشوفوها على اليوتيوب. باي باي.